وهنا تظهر الشخصية اللاعب الذي يثق في إمكانيته وقدراته وسكوته، وليعرف لماذا يسكت، وأصبح باستفاقة يضحك، يقول: ما هذا العبث الذي تسألين فيه، وهذا العبث الذي يقول هذا انتم أولاد عاقلة كبيرة. السلام عليكم الخوت، اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي زين؟ الله يحفظكم. ايوا شتو جوائز تفرقوا، الحفله سالات، طلعت الكتبه. انا بدي نبدا لكم من احسن حارس، ايه اليسون بيكر. دا اليسون بيكر يستحق تلك الجائزه. علاش؟ السيد فاز مع البرازيل بكوبا امريكا، فاز مع تشيلسي بالتشامبيونز ليغ اللي شفتو الريمونتادا، وتصدى كثير من الاهداف ديال البرشا في الاياب للريمونتادا، تصدى بزاف، يعني يستحق. واخا ما لعبش في السوبر ديال اوروبا وكونتر تشيلسي ولكن يستحق، نضرب بكل صراحه. ندوزو عند الدفاع، كلشي مفهوم لحد الان ومقبول والرضا التام. ندوزو عند ليفربول، ندوزو للدفاع اللي خدا فان دايك افضل مدافع، يستحق. فهذه دايما ما نهضروش، لا يوجد اي اعتراض. فيرجن فان دايك شفنا شنو الموسم اللي قدام، شفنا التصديات اللي تصدى كونتر البرشلونه نيت في الاياب وحتى في الذهاب، وقدر يوقف ميسي وقف شحال من لاعب. وشفنا حتى مع اوروبا اللي خانوا لحد في لافينال وما قدروش يجيبوا الامم الاوروبيه كونتر البرتغال، ولكن قدم هو مستوى واعر فان دايك، مستوى الحلوى. حتى لهنا لحد الان كلشي كما قلت لكم راضي ومرضي، الحمد ويبوس يديه. ولكن فاش كنجيو للوسط هنا كاين شويه بعض من الشكوك، حيت ان اريكسن تقدم موسم واعر، ولكن انا ظنيت ديونغ عطاو عليه على حساب الاقصاء ديالو للريال والاقصاء ديالو لليوفي والمجهود البدني اللي قدموه في ديك المباراه، انه 90 دقيقه كان كيجري وكيمشي حتى للهجوم ويرجع للدفاع ويقطع ويزلق ويحيد ويقطع شحال من بيت. انا هادشي علاش ظنيت. اما بالنسبه للجوده والمهارة شوي اريكسون كان فايتو، اريكسون كان تقدم عليه شويه، ولكن مع ذلك حتى لهنا نقدروا نقولوا عاوتاني باقيين راضيين ومرضيين. ولكن فين يكون عندي المشكل؟ في الهجوم. كيفاش غتعطي احسن مهاجم ليونيل ميسي وفاش غادي تجي احسن لاعب في اوروبا وما تعطيهاش ليه هو نيت؟ هنا فين ما فهمتش انا، حيت ميسي قدم داك العام، يعني اللي كتهضر في اوروبا، ميسي داك العام قدم موسم في اوروبا خيالي. السيد هداف في الدوري الاوروبي، رجل المباريات في الدوري في الشامبيونز ليغ 4 مرات، التمريرات في الشامبيونز ليغ، المهاره اللي قدم، البيوت الجميلين اللي صنع، الكفرات، ضربات الاخطاء اللي سجل، بزاف، كثيرا بزاف. وتجيبو تعطيه ديك الجائزه وتجيبو حتى احسن لاعب وتعطيها لفان دايك. علاش عطيتيها لفان دايك؟ انا هادي واش تفهم ليا؟ فان دايك يستحق، ولكن راه الا جيتي تحسب احسن لاعب في اوروبا، فان دايك راه ما دار والو، لم يفعل شيء. اشنو؟ فقط تدخل على ميسي في الاياب و صافي، هذا ما فعل، وخسر في النهائي مع البرتغال، ماذا فعل؟ اين هو فان دايك؟ لم نعلم. هل هما لا يريدون ميسي ان يتفوق على رونالدو؟ والطريفة الكبرى ايضا، هو ليس كان ميسي ليس كان سوف يفوت يتخطى رونالدو في جوائز احسن لاعب في اوروبا، بالعكس رونالدو عنده 3 احسن لاعب في اوروبا وميسي فقط 2، كانوا سيتعادلان، سوف يصبح الكفة متساوية. لكن لاوروبا والجوائز، انا اظن ان ميسي لم يعد متفقا مع الجوائز ميسي طردوه من الجوائز، فقط الجوائز المهمشة هي اللي كيعطوها لهم، ولكن جائزة واحدة ميسي ياخذها بالقوة التي يأخذها عن جدارة، هي الهداف تاع أوروبا، تلك لا يستطيعون أن يسرقونها منه، لأن الهداف شيء واضح، من سجل كثير من الأرقام يأخذها، وميسي يسجل تلك الأرقام. وشوف الطريفة اللي وقعت في الطريفة التي وقعت في نهاية الحفل، كل هذا نقدروا ندوزوا ونمر عليه مرار الكرام. وشوف الطريفة الأخرى فاش يريدون أن يسألوا كريستيانو رونالدو عن بعضهما البعض، ميسي يقول فقط 20 ثانية، يقول نعم لقد قدمنا 15 سنة رائعة جميلة مع بعضنا، وسكت. هنا شوفوا المفارقة بينهما، سكت ميسي. رونالدو بالعكس يقول نعم وادي وسجلت وادي، ويريد أن يحضن ميسي ويريد أن ينتقي ويقول لهم أريد أن أتعشى معه، وبحلا مثل أنه يريد أن يتعشى مع ميسي
بالقوة يفرضها على ميسي أمام الجميع ذلك العشاء. وهنا تظهر الشخصية اللاعب الذي يثق في إمكانياته وقدراته وسكوته ويعرف لماذا يسكت. وأصبح ميسي فقط يضحك، يقول ما هذا العبث الذي تسألين فيه وهذا العبث الذي يقول هذا. وكان حفلا ليس جميلا. سنتحدث عن القرعة تشامبيونز ليج في فيديو آخر، انتظرونا وتابعونا وشكرا.